يعرف مسجد محمد السادس بمدينة مكناس في هذه اللحظات صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال الشهير الرحلة إبراهيم الزنيبر الذي وافته المنية ليلة أمس بالعاصمة الإسماعيلية عن عمر يناهز 96 عاما. وحسب موفد العين المكان فإنه سيتم نقل جثمان الراحل إلى مزرعته الواقعة بطريق الحاج قدور والتي سيوار بها الثرى. وأضاف الموفد بأن الجنازة تعرف حضور العديد من رجال الأعمال في غياب تام لشخصيات معروفة على الصعيد الوطني. لا تنسى الاشتراك على قناتنا لكي يصلك كل جديد. شكرا لمتابعتك، إلى لقاء قريب.